حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك ويرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لاتفاق هدنة، وهنية يؤكد تمسك حماس بدور الوسطاء للتوصل لاتفاق متكامل لإنهاء الحرب في غزة. على وقع تحذيرات من أزمة إنسانية متزايدة، جيش الاحتلال يعلن وقفاً للنشاط العسكري جنوبي قطاع غزة للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. في خير أيام الله أيام الحج، وفي خير بقاع الأرض مكة المكرمة، يتوافد جموع حجاج بيت الله الحرام بعد أن من الله عليهم بأداء الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة ليكملوا باقي الشعائر المقدسة. وهناك في منى حيث يرمون الجمرات ويحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم، وخلال أيام التشريق 3 يعيش الحجيج جوا روحانيا يتضرعون فيه لرحمات الله بين متضرع ومبتهل وملب وداع لله عز وجل، حيث ترتفع الدعوات إلى عنان السماء طمعا في مغفرة الله ورحمته ورضوانه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، حيث بدأ أكثر من 1.8 مليون حاج أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة. وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة، يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، حيث يبدأون بنحر هديهم ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم، فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن من عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات 3، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، وكل منها بسبع حصيات. الله أكبر.
بعد قضاء ليلتهم في المزدلفة، تم تصعيد ضيوف الرحمن إلى جسر الجمرات بمشعر منى وسط إجراءات أمنية ميسرة نجحت في تصعيد الحجاج لرمي جمرة العقبة الكبرى. وتواصل البعثة الطبية المصرية عملها لرصد الحالات التي يتم دخولها المستشفيات للوقوف على الخدمة العلاجية لهم خلال أيام المشاعر. هذا المشهد المهيب هو القاسم المشترك في كافة الطرق المؤدية لجسر الجمرات، فوسط إجراءات أمنية ولوجستية منظمة وبعد قضاء ضيوف الرحمن ليلتهم في المزدلفة، تم تصعيدهم لجسر الجمرات من خلال استراتيجية وبدائل تم وضعها لكافة الحجيج لتمكينهم من التصعيد بشكل مرن وميسر. في تعليمات مشددة من دكتور عمرو رشيد رئيس بعثة وزارة الصحة المصرية بمتابعة جميع الحالات المرضية في جميع المستشفيات اللي موجودة في المشاعر خاصة في اليومين دول. طبعا أي حالة بتدخل الطوارئ أو بتدخل الاستقبال لازم بنتابعها، بنشوف الوضع بتاعها إيه وتطورات الحالة إذا كانت بتكتب لها خروج أو بتتحجز في المستشفى، ثم بنبدأ نتابع الحالات المحجوزة في المستشفيات إذا كانت في قسم عادي أو في عناية مركزة، ولو في حالات لا قدر الله وفيات او بعد كده بنبدا نتابع الحاله لحين انهاء جميع الاجراءات الخاصه بيها. الحالات طبعا اغلبها بخصوص ارتفاع درجات الحراره، يعني بيبقى زي ارتفاع درجه الحراره بيعمل انخفاض في الضغط، بيخلي الحاله طبعا مش قادر ان هو يواصل المشاعر بتاعته او مش قادر يواصل المناسك المطلوبه منه، فبيدخل المستشفى في الاستقبال او في الطوارئ في خلال نص ساعه او ساعه بتتعامل مع الاجراءات المبدئيه البسيطه او الاسعافات الاوليه اللي بتتعامل مع الحالات في الوضع دوا، وبيتم خروج الحاله في خلال ساعه بالظبط من الاستقبال. كما تواصل البعثه الطبيه المصريه عملها على الجانب العلاجي والوقائي لتامين الوضع الصحي للحجاج المصريين خلال ادائهم المشاعر. نوصي الناس بشرب الميه باستمرار منعا من حدوث الاجهاد الحراري والجفاف، بنوصي الناس بعدم السير تحت اشعه الشمس مباشره، استخدام المظله، السير دايما في الاماكن المظلله، الاماكن اللي فيها رذاذ ميه، الحاج لما يحس بارتفاع درجه حرارته يحاول يلطف وجهه او يخفض درجه حرارته بغسل وجهه بالميه باستمرار. اجواء روحانيه وفرحه غامره انتابت ضيوف الرحمن كافه لادائهم المناسك. ما شاء الله الفنادق كويسه جدا قريبه من الحرم، عرفات كويسه جدا، التنظيم كله ما شاء الله يعني حاجه كويسه جدا جدا. الحمد لله احساس جميل جدا، وكان نفسي فيها من زمان، كان نفسي فيها من زمان قوي يعني. مبسوطه طبعا، ده كان امنيتي حياتي كلها. مبسوطه مبسوطه جدا لان انا كان نفسي من زمان احج. احساس حلو والله ومتعه، وعقبال يا رب عقبال الحبايب كلها. هنيئا لضيوف الرحمن الوقوف بعرفه ورمي جمره العقبه الكبرى لتبدا ايام التشريق وتبدا معها صفحه جديده ناصعه البياض خاليه من الذنوب، نسال الله ذلك. محمد حلمي، التلفزيون المصري. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2024 ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله أكبر. ارتفعت تكبيرات العيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد بالتزامن مع إقامتها خارج هذه المراكز كأحد أهم أدوات المنظومة العقابية الحديثة، والتي ترتكز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية تأكيدا على معايير حقوق الإنسان. وقد شهدت صلاة عيد الأضحى حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعدد من شيوخ الأزهر، كما قدم رجال الدين المسيحي
التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد. مشاركة في الأعياد وفي كل المناسبات هي أمر إلهي. فكرة إن إحنا طول عمرنا إخوات، طول عمرنا مع بعض، وطول عمرنا بنفرح مع بعض. لفتة جميلة قوي إن مصر تعيد على آلاف النزلة وتقول لهم عيدوا النهاردة في بيوتكم، ويخرجوا من هنا بعد ما تعلموا إزاي يعيشوا بطريقة أفضل من الأول، بعد ما تأهلوا جوه إزاي يطلعوا، عرفوا طريق الحلال، عرفوا الحرية تسوى إيه. هذه المشاركة التي يحرص إخواننا من الأقباط في على آدائها، ويحرصون على المجيء إلينا دوما، وذلك حالنا أيضا معهم. حينما تكون الأعياد نتبادل التهاني ونتبادل التحيات. جينا نعيد على أخواتنا المسلمين بمناسبة العيد زي ما بيعملوا معنا على طول في كل عيد، وربنا يخلينا للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان هو عمل لنا المنظومة الجديدة ديت، التأهيلات ديت فيها كنيسة والجامع، وبنعيد مع بعضه ونفرح كلنا مع بعض. امتزجت فرحة النزلاء بالعيد مع فرحة المفرج عنهم بهذه المناسبة، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 214 لعام 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تم الإفراج عن 4199 نزيلا تم الإفراج عنهم بهذه المناسبة، والذين انطبقت عليهم شروط العفو بعد فحص اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم، وبعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفقا لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل التي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف. إحنا فرحانين جدا، والعيد قاعدين إن إحنا هنخرج نقضي العيد في وسط أولادنا. ربنا يخلينا وسط الرئيس عشان إدانا فرصة جديدة إن إحنا نبدأ حياة جديدة ونتغير. من داخل المكان دوت ما كانش معايا حرفة، لما دخلت اتعلمت الصنعة مش طبيعي، اتعلمت حرفة الترزي. بتقعد على مكان خياطة، وإن شاء الله لما أخرج بإذن الله هبدأ الحرفة دي، أشتغل في الصنعة دي وأبدأ حاجة جديدة إن شاء الله أصرف بيها على بيتي وعلى نفسي. هنا اتعلمت صنعة ما كنتش إن أنا أحلم إن أنا أتعلمها، ولا عمري في حياتي كنت أفكر إن أنا أقعد على مكنة وأشتغل ترزي والكلام ده، والحمد لله ما حدش أثر معانا طبعًا. ألف 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 شكر لسيادة الرئيس. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه أتاح لي الفرصة إن أحضر عيد الأضحى مع أهلي وأولادي، الحمد لله. دلوقتي ننسى اللي كان، بكرة مليان الأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد للبلد الجميل، وأقدر أخطو خطوات جديدة يخطوها المفرج عنهم لبداية حياة جديدة، حيث كان في استقبالهم ذويهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بفرحة كبيرة وإشادة بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد إليهم أبناءهم في أحضانهم، كما أشادوا بتغيير سلوكياتهم وما لمسوه من استعداد لبداية حياة جديدة. أشكرك يا سيادة الرئيس إن أخويا طلع بالسلامة الحمد لله، وعلى كل حاجة حلوة بتعملها لنا، نحمد ربنا يا رب. الحمد لله الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، الحمد لله الحمد لله. ألف شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلع أخويا بالسلامة، ألف شكر، لا إعداد والله. نشكر السيادة الرئيس اللي هو خرج ابن أولادنا كلها، مش ابني بس، أولادنا كلهم بالسلامة، وكل عام هو طيب. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي هو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة، وهو فرصة للمفرج عنهم للبداية من جديد بعد تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع. يواصل المصريون أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الحدائق والمتنزهات، خاصة مع انكسار درجات الحرارة بعد فترة الظهيرة. استعدت حديقة الطفل بمدينة نصر استقبال المواطنين، حيث توفر الحديقة مسارات للمشي أو الجري وأماكن للجلوس، مما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار. كعادتها في كل عيد، استعدت حديقة الطفل بمدينة نصر لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تقع على مساحة 20 فدانا وتتميز بالمساحات الخضراء، إلى جانب توفير مسارات للمشي أو الجري وأماكن مريحة للجلوس، مما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار. الحديقة تعتبر من أفضل الحدائق، مشروع الحدائق المتخصصة في المحافظة،
وطبعا الاستعداد بيبقى قبليها بفتره كبيره يعني بتاع اسبوع او اسبوعين، بنجهز الحديقه من صيانه، غسيل مشايات، نظافه الحديقه، ودي طبعا تعتبر باستمرار يعني سواء في عيد او غير عيد. الاجراءات حضرتك الجمهور بيدخل على شباك التذاكر بيقطع التذاكر المطلوبه منه بتفتيش من الامن للداخل، ممنوع اي متفرقعات او اي مواد مشتعله اللي احنا مش مسموح به. مواعيد العمل من الساعه 9 صباحا 8 صباحا الى الساعه 12 مساء في الاعياد. لم يختلف المشهد كثيرا في حديقه العاشر من رمضان بمدينه نصر، والتي فتحت ابوابها لاستقبال الزائرين بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء وتطوير منطقه العاب الاطفال، وذلك للتمتع بالمساحات الخضراء والانشطه المختلفه داخل الحديقه. عندنا هنا 17 لعبه، العاب كهربائيه، ألعاب كبيرة، ديسكفري، مركب، ألعاب البيست، العربيات، في ألعاب للأطفال، في قطر للأطفال، في عربيات صغيرة للأطفال، في بيبي كار، كل الأعمار اللي بتيجي هتلاقي كل اللي يناسبها. كان أمان، بسيب أولادي يلعبوا، مكان جميل يعني وكده، وجددوا حاجات برضو فيها، وأمان ومكان حلو كده، الخضرة والزرع والهواء. أنا جيت كذا مرة، وبصراحة يعني الحديقة ممتازة، مش أول مرة يعني نيجي وكده، والأجواء هنا يعني تحفة بصراحة، يعني حاجة كويسة جدا. الحقيقة الحديقة جميلة جدا، ولأن أسرية، وبشكر هنا المسؤولين عن الحديقة. احنا كل سنة بنيجي على فكرة، وبنيجي نلاقي على طول فيها تطور، فده اللي بيعجبنا في الحديقة. والله هو بالنسبة لي أول مرة أجي هنا، ولقيت المكان مناسب بالنسبة للأطفال إن هم يعني يلعبوا كده وياخدوا راحتهم، والمكان زي ما حضرتك شايف يعني المكان جميل يعني. هي مريحه وهاديه كده، وفي راحه كده، والطفل بياخد راحته من غير ما اكون خايفه عليه او كده. يعني بصراحه انا اول مره جيت عجبتني، واول ما دخلت لعبت العربيات، ولسه اول مره يعني بصراحه عجبتني، وفيها العاب كتير ولسه بقى. لان الحديقه دي ليها مميزات كتير، فيها اكل، فيها شرب، ما فيهاش يعني مش متوسخه، يعني حتى واحنا بنلعب بنبقى يعني مطمنين، يعني مفيش حد هيضايقنا. استعدادات تجرى في مختلف الحدائق لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، عن طريق إجراء أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المسطحات الخضراء لتكون متنفسا للمواطنين. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. شهدت المتنزهات والحدائق أجواء احتفالية ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك، ومن أهم مقاصد الحدائق الحديقة الدولية بمدينة نصر، والمقامة على مساحة 55 فدانا، وتحتوي على نسبة كبيرة من الأشجار الفريدة والمعمرة. عائلات وأصدقاء، كبار وصغار، يجتمعون سويا فرحا بأول أيام عيد الأضحى المبارك. فمنهم من يؤدي صلاة العيد ويذهب للتجمعات العائلية، ومنهم من يتحرك على الحدائق والمتنزهات التي تعد مقصدا رئيسيا للعائلات في الأعياد. كل عام وانتم طيبين، والأمة الإسلامية طيبة وبخير وصحة وسعادة. والله احنا بنعيد هنا في الحديقة الدولية، حاجة بسم الله ما شاء الله، وكل سنة طيبين، والأهل والقرايب، وانتم كمان كل سنة طيبين، واحنا سعداء ان احنا شفناكم. كل سنة طيبين جميعا، والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير، وسيادة الرئيس بخير وسلام إن شاء الله. أنا جيت مع الأسرة، وإحنا أول مرة نيجي هنا الحديقة الدولية صراحة، فمبسوطين جدا يعني، وحديقة حلوة واسعة. وبعدين أنا كنت فاكر إنها تبقى يعني زحمة عن كده في أول يوم العيد، لقيتها لا كويسة، ويعني في مساحة ناخد راحتنا في الحديقة. ومن أهم مقاصد الحدائق هي الحديقة الدولية بمدينة نصر، المقامة على مساحة 55 فدانا، وتحتوي على نسبة كبيرة من الأشجار الفريدة والمعمرة، والتي تسمح أيضا باصطحاب الألعاب والمأكولات والمشروبات، وبتكلفة لا تتعدى 20 جنيها للتذكرة. كل سنة وحضرتكم طيبين، والتلفزيون وكل الأسرة الإسلامية بخير، واحنا بنعيد على الجميع يعني. احنا اول مره نيجي الحديقه هنا، بس اتبسطنا بيها جدا يعني. باخد جوله كده بالجنينه، بفرج الناس على المناظر الطبيعيه وكده. بنعدي على اجنحه اللي هو جناح العربي، الكويت، الامارات، المغرب، تمام. في بقى فوق هنا الجناح الاوروبي، كوريا وفرنسا، المانيا، تمام. في مصر وامريكا برضه فوق الجنينه هنا. والله انا باخد اولادي، واول مره بصراحه نيجي الحديقه الدوليه، بس هي جميله بصراحه يعني. والله واحنا دخلناهم حديقه الحيوان، فيها حيوانات اليفه، والولاد كانوا مبسوطين برضه، ودخلتهم الملاهي،
كانوا مبسوطين يعني. وسميت الحديقة الدولية نظرا لاحتوائها على أقسام للبلاد تعرض فيها أشجارها وبعضا من ثقافاتها المتنوعة، ومن هذه البلاد كوريا والأرجنتين وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي. وتعد الحديقة فرصة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة في أيام العيد. أجواء احتفالية وفرحة تراها وسط العائلات والأصدقاء في الحدائق والمتنزهات، والتي تعتبر مقصداً رئيسياً في الأعياد بشكل عام وعيد الأضحى بشكل خاص، وتعتبر فرصة للخروج من محابس التكنولوجيا والهواتف المحمولة لاستنشاق الهواء النقي والتعرف على الأشجار النادرة داخل الحدائق. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. شهد كورنيش مدينة بنها توافد المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، كما شهدت مدينة القناطر الخيرية زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الكبرى واللانشات الصغيرة للاستمتاع بأجواء العيد. شهدت شواطئ الإسكندرية توافد الآلاف من المصطافين ومواطني المحافظة في أول أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وازدحمت شواطئ عروس البحر المتوسط الممتدة من أبو قير شرقا إلى العجم غربا بالآلاف من المواطنين والمصطافين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية. وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد. شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية المواطنين باحتفالات عيد الأضحى المبارك في أجواء تسدها السعادة والفرحة، وحرصت مؤسسة حياة كريمة على توزيع الهدايا والحلوى على المصلين ولا سيما الأطفال لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. في أجواء تسودها السعادة والفرحة، شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية المواطنين باحتفالات عيد الأضحى المبارك، وشهدت ساحة مسجد خليل بقرية محلة زياد إحدى قرى مركز ومدينة سمنود توافد المئات من المصلين الذين اصطحبوا أبنائهم للمشاركة في أداء الصلاة وسط أجواء احتفالية مميزة. والله إحنا بقالنا يومين بنجهز للتجهيزات دي لأن العدد تخطى 30,000 النهاردة، وإن شاء الله يعني كالعادة حياة كريمة معانا في كل سنة وكل فرحة وكل بهجة بإذن الله. إحنا جينا موجودين هنا من امبارح بالليل من بعد صلاة العشاء تقريبا علشان نجهز لتجهيزات العيد وصلاة العيد، وجايبين هدايا معانا لأطفالنا والحبايبنا كلهم. طبعا النهاردة عيد الأضحى، وعيد الأضحى ده عيد الفداء وعيد الذبح وعيد التضحية، وطبعا في فرحه لان جاي بعد الوقوف بعرفات وجاي بعد مناسك الحج، فدي شيء طيب طبعا، والفرحه دي بتعم المسلمين كلهم. مؤسسه حياه كريمه حرصت على مشاركه المواطنين في صلاه عيد الاضحى، وقامت بتوزيع الهدايا والحلوى على المصلين ولا سيما الاطفال لادخال البهجه والسرور في قلوبهم. اجواء عظيمه جدا جدا، فانا طبعا بشكر فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أهل مصر. كل عام أنتم بخير، وكل عام ومصر بخير وفي أمن وأمان، ونتمنى أن كل مصر وشعب مصر وأهل مصر وقادتها وشرطتها وكل من على أرضها يكونوا بخير، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كده نكون دايما يا رب في تقدم وازدهار. بصراحة كان النهاردة يوم جميل جدا 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 جدا، واحنا بنصلي في الخير إن شاء الله، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بخير وسلامة وصحة. مشاركة مؤسسة حياة كريمة في تنظيم ساحة الصلاة وتوزيع الهدايا حظى بإعجاب وثناء مئات المواطنين الذين أدوا صلاة العيد في ساحة مسجد خليل. أدى المواطنون في محافظة شمال سيناء صلاة العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، وقامت المحافظة بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق، وذلك لضمان سرعة الاتصال بها حال حدوث عطل طارئ في أي مرفق، والتخيل
اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. أدى المئات من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بمحافظة جنوب سيناء. استعدت المحافظة بفتح وتجهيز المساجد الكبرى على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين وتخصيص 7 ساحات لأداء شعائر الصلاة صلاة عيد الأضحى المبارك، بينهم 6 ساحات بالمساجد الكبرى وساحة باستاد مدينة تور سيناء الرياضية. عمت حالة من الفرحة المواطنين في محافظة بني سويف خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وشاركت مؤسسة حياة كريمة المصلين فرحتهم وساعدت في تنظيم الصلاة في ساحة عمر بن عبد العزيز لتخرج بأفضل شكل ممكن. سعادة غامرة وفرحة لا توصف، هكذا كان حال المواطنين في محافظة بني سويف خلال صلاة عيد الأضحى المبارك. ففي ساحة عمر بن عبد العزيز شاركت مؤسسة حياة كريمة المصلين فرحتهم في العيد وساعدت في تنظيم الصلاة في الساحة لتخرج بأفضل شكل ممكن. لحوم الأضحية هيتم توزيعها على أهلينا الأكثر احتياجا في كل مراكز بني سويف، والنهاردة عقب صلاة عيد الأضحى على طول كنا بنشارك أهلينا برضو بفرحتهم بعيد الأضحى بتوزيع للأطفال مجموعة من الهدايا البسيطة. وكل سنة وكل أهلينا في مصر وكل رباحة بكل خير وبصحة وبسلامة. النهاردة حرصنا أن احنا نكون موجودين مع المواطنين في احتفالية عيد الأضحى، ادينا لهم هدية بسيطة بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، شاركناهم فرحتهم. ردود الفعل الحمد لله كانت كويسة، ما شاء الله العدد كبير جدا هنا قدام مسجد عمر بن عبد العزيز، مبسوطين مع الناس بنشاركهم فرحتهم، فرحانين بينا وفرحين بمتطوعنا. وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة للمصلين إلى أن هذا الزحام لم ينتج عنه ضوضاء، بل امتزجت كل الأصوات في صوت واحد ورددوا جميعا التكبيرات التي امتلأت بها الشوارع. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مبارك على الجميع. بنحبين نشكر حياة كريمة النهاردة على وجودهم كلهم، وكلهم ناس محترمين وقاموا باللازم ووزعوا هدايا على الأطفال وفرحوا الناس كلها. حابين نشكر النهاردة حياة كريمة، طول عمرها مشرفونا كده ومنورونا في كل عيد ودايما بيوزعوا هدايا وبيفرحونا وما فيش عيد ما سابوناش فيه يعني. وبعد انتهاء الصلاة قام متطوع حياة كريمة بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال لإطفاء البهجة عليهم، وحرص المصلون على تبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية مع الأهل والأصدقاء توثيقا لهذه الأوقات التي لا تنسى وتوثيقا للاحتفال بالعيد المبارك. أدى آلاف المواطنين في أسيوط صلاة عيد الأضحى المبارك في 153 ساحة صلاة تم تحديدها بالإضافة إلى حوالي 4200 مسجد بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة. وعلت أصوات تكبيرات الساحات والمساجد التي امتلأت عن آخرها بالمصلين الذين خرجوا برفقة عائلتهم وأصدقائهم للاحتفال بالعيد. وسط أجواء من الاحتفالات والبهجة في شوارع أسيوط، أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في 153 ساحة صلاة تم تحديدها بالإضافة لأكثر من 4000 مسجد في المحافظة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين. حياة كريمة دائما بنكون موجودين وسط أهلينا في كل المناسبات السارة وكل المناسبات السعيدة. النهاردة موجودين منسقين ومتطوعين حياة كريمة في أسيوط بنقدم التهنئة أهلينا في أسيوط على حلول عيد الأضحى المبارك. بنقدم مجموعة من الهدايا البسيطة، الحلويات، البالونات، الحاجات البسيطة خالص للأطفال. بنقول كل سنة طيبين لأهالينا في محافظة أسيوط. المؤسسة بتوزع على الأطفال بعض الهدايا علشان نشارك أهالينا الفرحة كعادة مؤسسة حياة كريمة بتقديم التهنئة لأهالينا في كل المناسبات المختلفة. كل سنة طيبين والشعب المصري بخير. وعلت أصوات التكبيرات في الساحات والمساجد التي امتلأت عن آخرها بالمصلين الذين خرجوا برفقة عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بالعيد. وشهدت الساحات والمساجد في أسيوط أداء الصلاة بحضور آلاف المصلين الذين اصطحبوا أطفالهم وسط أجواء احتفالية سادها الأمن والأمان، وتم فيها توزيع الهدايا والبالونات والحلوى على الأطفال بعد انتهاء الصلاة من قبل متطوعي مؤسسة حياة كريمة. مبسوطة جدا بأجواء العيد
واحنا جايين من بدري قوي، ووزعنا حاجات على الاطفال هدايا، والاطفال كانوا مبسوطين جدا وتصورنا معاهم. احنا هنا متواجدين من ساحه مسجد ناصر بمحافظه اسيوط ميدان المنفذ، احنا بنشارك اهالينا فرحه العيد وبنقدم لهم هدايا بسيطه من خلال مؤسسه حياه كريمه. النهارده جاي اشارك مع حياه كريمه افرح وافرح الاولاد، ووزعنا حاجات حلوه كتير بعد صلاه العيد، شاركنا معهم وجبنا حاجات حلوه، واحنا بننزل معاهم وبنفرح زيهم اكتر. جايين نهني اخواتنا وعيد سعيد علينا بعيد الاضحى المبارك. بنقدم للاطفال بالونات وهدايا حلوه كتيره، وطبعا شايفين الفرحه في عيون الاطفال، ودي حاجه كويسه قوي. ومن ساعه ما دخلنا في حياه مؤسسه حياه كريمه دايما بتحاول تفرح اولادها وتفرح اجيالها. وتبادل المصلون التهنئه والتقاط الصور التذكاريه مع الاهل والاصدقاء تعبيرا عن فرحتهم بالعيد. إن التاريخ أمام تلك الحرب يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أدى سكان غزة صلاة عيد الأضحى وسط أنقاض المساجد والمباني التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. وفي الصيف الماضي احتفل سكان القطاع بعيد الأضحى بإقامة ولائم عائلية كبيرة وتوزيع اللحوم على الفقراء وملابس جديدة وهدايا للأطفال، ولكن هذا العام وبعد 8 أشهر من الحرب ستضطر الأسر للجوء إلى الأطعمة المعلبة في الخيام الخانقة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أهلا بكم مجددا. احتفل الفلسطينيون في رام الله ببداية عيد الأضحى بالصلاة، لكن الاحتفال هذا العام طغت عليه أعمال العنف الدامية في الضفة الغربية المحتلة والحرب المدمرة في قطاع غزة. ومنذ بدء الحرب في غزة استشهد أكثر من 530 فلسطينيا في الضفة الغربية بسبب النيران الإسرائيلية، وذلك وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. نتعلم كثيرا ونعيش اللحظات الصعبة مع إخواننا في غزة وفي كل مكان يذوقون فيه الويلات والأمور الصعبة، ولكن عند الله تبارك وتعالى إن شاء الله سيلقون الجزاء وسيلقون الرفعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب هذه الغمة وأن يسرع في إنقاذ هذه الأمة من هذا الكيد ومن هذا الظلم ومن هذا من هذه الوحشية. قال مصدر رفيع المستوى إن مصر مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة. وأضاف المصدر وفقا للقاهرة الإخبارية أن الاتصالات المصرية تأتي في إطار المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذا وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال إن الحل للأزمة الحالية سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل مهما تهربت إسرائيل وعطلت الوصول إليه. كما أكد هنية أن الحركة مستعدة لإبرام اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة وإعادة الإعمار والتوصل إلى صفقة تبادل للمحتجزين والأسرى. أن الحل سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل
مهما تهرب العدو وعطل الوصول إليه. وثانيها تمسكنا بدور الإخوة الوسطاء وأهمية ما يقومون به واستعدادنا لإعطاء الفرصة والمساحة الكافية لإنجاز مهمتهم النبيلة. وثالثها استمرار العمل على كل المسارات من أجل إنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا. والحركة مع فصائل المقاومة جادة لإنجاز اتفاق يتضمن البنود الأربعة: وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من غزة، والإعمار، وصفقة تبادل للأسرى، وأن يكون ذلك كله واضحا لا لبس فيه ولا يحتمل تفسيرات ولا تأويلات ولا يخضع للتأجيل أو المساومة أو المناورة. قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 37,337 شهيدا، فيما زاد عدد المصابين إلى 85,299 مصابا. ومن جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن انفجارات وقعت في مدينة رفح الفلسطينية إثر إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذائفها على عدد من أحياء المدينة. وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية أن مسيرات إسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء رفح الفلسطينية وتطلق النيران تجاه فلسطينيين يحاولون الوصول إلى المناطق الغربية. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سينفذ وقفا تكتيكيا يوميا للنشاط العسكري على طول طريق رئيسي جنوب غزة للسماح بتدفق مزيد من المساعدات إلى القطاع، بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة. وذكر الجيش أن القتل والقتال سيستمر في مدينة رفح حيث تستهدف إسرائيل ما تبقى من كتائب حركة حماس. ضف جيش الاحتلال أن النشاط العسكري سيتوقف اعتبارا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 مساء يوميا حتى إشعار آخر على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال. ونشرة التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. خلال قمة سويسرا رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن الطريق نحو السلام في أوكرانيا يتطلب صبرا وإرادة. أصدر المشاركون في قمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا بيانا مشتركا أكدوا فيه على عدم قبول التلويح باستخدام الأسلحة النووية. وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي أن الحرب المستمرة والتي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية على العالم. We'll be right back.
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين أن القمة حول السلام في أوكرانيا جعلت السلام أقرب، لكن السلام الحقيقي لن يتحقق في خطوة واحدة، وقالت إن الطريق إليه يتطلب الصبر والإرادة. وأضافت المسؤولة الأوروبية بعد المحادثات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس جادا بشأن إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه يصر على استسلام أوكرانيا وعلى التنازل عن أراض أوكرانية. رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه غير معقول. وقال سوليفان لزعماء غربيين وزعماء آخرين تجمعوا في منتجع بارجنشتاك السويسري إن تلبية مطالب موسكو ستجعل كييف أكثر عرضة لمزيد من العدوان. وأشار سوليفان إلى أن كييف ستكون ملتزمة بنزع أسلحتها بموجب الاقتراح الروسي، وهو ما لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة أو المنطق السليم. مشاهدينا، والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا فكري، شكرا فاطمة خليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة، أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. أكدت الحكومة أنه تم زراعة أكثر من 1,000,000 متر مربع مسطحات خضراء في مدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى الحديقة المركزية بوسط المدينة على مساحة 55 فدان، وحديقة عامة في منطقة الساحل بمساحة 7.5 فدان، وأخرى بمركز الحي الرابع بمساحة 3 أفدنة. أشارت الحكومة إلى أن عدد الوحدات المنفذة بالمدينة حتى الآن تجاوزت 100,000 وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص. أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6% للشهر الثالث على التوالي في مايو. وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل انخفضت أسعار الملابس والأحذية 4% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة ب6.9%. أكدت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هجمات قوات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة الشحن 90% بحسب تقديرات الوكالة، فقد أثرت الهجمات على 65 دولة على الأقل، وأجبرت 29 شركة كبرى على الأقل في مجال الطاقة والشحن على تغيير مساراتهم. أدى تغيير المسار حول إفريقيا إلى إضافة حوالي 11,000 ميل بحري لكل رحلة، وزيادة التكلفة بحوالي $1,000,000 لكل رحلة على حدة. تجاوزت صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا في مايو الصادرات الأمريكية لأول مرة منذ ما يقرب من عامين بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. أشارت الصحيفة إلى أن حجم الغاز الروسي المصري أو المصدر إلى أوروبا بلغ 15% من واردات القارة، بينما استحوذ الغاز الأمريكي على 14% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2022. يجتمع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانزي مع رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ غدا خلال أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء الصيني منذ 7 سنوات. تمثل هذه الزيارة استقرار في العلاقات بين الحليف الأمني للولايات المتحدة والثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد فترة شهدت فتورا في العلاقات إثر منع بكين لصادرات أسترالية بقيمة $20 مليار.
انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، نعود لاستكمال ما تبقى في النشرة مع دينا وفاطمة. شكرا مصطفى ميزار على هذه الوقفة الاقتصادية. حذرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية المواطنين خاصة في وسط الولايات المتحدة وشرقها من موجة من الحر الشديد التي ستجتاح البلاد. وبحسب الهيئة الوطنية للأرصاد فإنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أرقاما قياسية بالنسبة إلى ما يتم تسجيله في شهر يونيو من كل عام. موجة من الحر الشديد تجتاح الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، هكذا حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مواطنيها خاصة في وسط الولايات المتحدة وشرقها. درجات الحرارة التي يتوقع أن تسجل أرقاما قياسية بالنسبة إلى ما يتم تسجيله في شهر يونيو من كل عام ستبدأ موجاتها من الغرب الأوسط للولايات المتحدة إلى الشمال الشرقي، حيث من المتوقع أن تستمر شدتها طيلة الأسبوع بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد. ولكون الحرارة هي السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس في معظم السنوات الماضية، كان تحذير الأرصاد الجوية شديدا مطالبا مواطني المناطق التي ستشهد تلك الموجة بالتعامل مع الأمر على محمل الجد. العاصمة واشنطن هي الأخرى فعلت تنبيهها بشأن حالة الطوارئ الحرارية، فضلا عن الحديث عن تأثر المدن الكبرى الأخرى من شيكاغو إلى نيويورك. هو إذن التغير المناخي الذي يحدث كل تلك الموجات في غير أوقاتها الطبيعية، فموجات الحر المتكررة هي علامات لا لبس فيها على الاحترار المناخي، وذلك وفقا لعلماء المناخ الذين توقعوا أيضا أن تتكرر موجات الحر هذه وأن تطول وتصبح أكثر شدة. والآن وقفة مع أخبار الساحات والملاعب الرياضية، وقفة ثانية مع زميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد فاطمة خليل. شكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثانية، نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي والمقرر لها غدا الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز. يذكر أن الزمالك يحتل المركز 11 برصيد 31 نقطة من 18 لقاء، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 24 مباراة. كما فاز نادي المقاولون العرب على نظير طلائع الجيش في إطار مواجهة الأسبوع 26 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. بهذا الفوز رفع فريق المقاولون العرب رصيده إلى 19 نقطة، احتل بها المركز 17 في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 33 نقطة احتل بها المركز 10. قلب منتخب هولندا تأخره أمام بولندا بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 في مستهل مشوارهما في بطولة يورو 2024 والمقامة في ألمانيا. الفوز منح هولندا أول 3 نقاط احتلت بها صدارة المجموعة الرابعة بصورة مؤقتة، بينما تزيلت بولندا الترتيب بلا رصيد من النقاط. خطف منتخب سلوفينيا تعادلا صعبا أمام نظير المنتخب الدنماركي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة أمم أوروبا، وحصد منتخب الدنمارك وسلوفينيا نقطتهما الأولى في البطولة في انتظار مواجهة إنجلترا وصربيا بالمجموعة الثالثة أيضا، والمقرر إقامتها بعد قليل. وصلنا معكم لنهاية هذه الوقفة الثانية مشاهدين الكرام الوقفة الرياضية، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع فاطمة ودينا. شكرا لك يا مصطفى. شهدت مدينة دمياط الجديدة تجهيز الشاطئ الممتد بطول 9 كيلومترات وزرع 30 برج إنقاذ بطول الشاطئ العام وتوفير 40 منقذا، بالإضافة إلى شاطئ قادرون بلاج لذوي الهمم والشاطئ الخاص. وجاء ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف على شواطئها بعد أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ ليكون متنفسا للسكان. احنا السنة دي مأمنين البحر بعدد 40 منقذ وعدد 30 برج انقاذ و10 افراج جوالين. طول الشاطئ المساحة المرتق منها بالضبط 2900 متر مقسمين لشقين
أو قطاعين، كل قوام كل قطاع 1450 متر، كل قطاع فيه تقريبا 15 برج ب 15 منقذ وأربعة فرد جوال وتمركز لعربيات الإسعاف، وفي مكان لمركز تجميع للأطفال التائهين. نتكلم عن الشاطئ وعن التطور وعن التنمية اللي موجودة حاليا، لأن ساحل دمياط الجديدة بقى من أعظم وأحدث الشواطئ اللي موجودة حاليا دلوقتي في مصر تم. فطبعا كان في عشوائيات حابب ان انا اتكلم عليها برضه. كان في طبعا كانت الكافيتريات القديمه كلها متهالكه لا تصلح اصلا لاي حاجه، ما فيش خدمات على البحر كله، ما فيش اكل، ما فيش شرب، ما فيش دور ميه. كان طبعا في اللي هو الدراجات البخاريه، عربيات الربع نقل، التكاتك، التروسيكلات، كما كان شاطئ يعتبر ان هو شاطئ عشوائي. لو احنا دلوقتي حاليا في تطور، نحمد ربنا سبحانه وتعالى على التطور اللي احنا موجودين دلوقتي. شاطئ دمياط الجديده بقى من احسن الشواطئ اللي موجوده في مصر. احنا السنه دي حسينا بطفره جامد كبيره جدا في الامن على الشاطئ، وكمان مستوى النظافه واداره الشاطئ نفسه. دمياط الجديده بقى مدينه عروس الدلتا وعروس البحر المتوسط في منطقه الدلتا، فالمستوى اللي احنا شايفينه ده يليق بيها ويتماشى مع التصميم المعماري الجميل. وطبعا بشكر الدوله المصريه على راسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا ملاحظين التغيير اللي نشأ، وبالذات السنه دي اللي يعني تم انشاء براكن وتم انشاء شركات امن موجوده لحمايتنا من ساعه ما بننزل ومن اول ما بنخش من البوابات الالكترونيه حتى عودتنا ودخولا بالشاطئ وعودتنا وخروجنا منها تاني. في شركات امن ملاحظينها، في براكن تم انشائها، وضع شركات الانقاذ السنة دي ملحوظ. مشاهدينا، والآن وقفة أخيرة في هذه الجولة مع أحوال الطقس مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد دينا فكري، شكرا فاطمة خليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 24 والجو فيها حار. في الأسكندرية 30-23 والجو فيها حار. في مطروح 28-22 الجو أيضا حار. في بورسعيد 32-23 والجو فيها أيضا حار. في الإسماعيلية 37-25 والجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 25 والجو فيها حار. في العريش 32-22 والجو فيها حار. في طابة 39-26 والجو فيها شديد الحرارة. في شرم الشيخ 42-30 والجو فيها أيضا شديد الحرارة. في الغردقة 42-30 الجو شديد الحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة والجو أيضا شديد الحرارة. في أسوان 46 درجة والصغرى 31 درجة والجو في أسوان شديد الحرارة. في الوادي الجديد 42-29 والجو شديد الحرارة. في شلاتين 41-28 والجو شديد الحرارة. وأخيرا في حلايب 37-29 والجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم اللقطة الأبرز لهذا اليوم. الله أكبر 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت ختم نشرة التاسعة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك ويرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة، وهنية يؤكد تمسك حماس بدور الوسطاء للتوصل لاتفاق متكامل لإنهاء الحرب في غزة. على وقع تحذيرات من أزمة إنسانية متزايدة، جيش الاحتلال يعلن وقفا للنشاط العسكري جنوبي غزة للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع. مشاهدينا وصلنا ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، لكن برنامج التاسعة متواصلا مع حضراتكم بعد قليل مع الزميل يوسف الحسيني. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.